Girl, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. مساء الخير عليكم. النهارده بعد غياب لفتره طويله رجع لكم كده في فيديو، بس ان شاء الله باذن الله يا رب يعجبكم. في البدايه بس انا حابب للي لسه اول مره يتابع، يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب وتعمل كمان لايك على الفيديو، واهم حاجه الشير للفيديو ده، بقدر الامكان نقدر ان احنا نوصل بيه الرساله اللي انا حبيت ان انا اوصلها. احنا بنتكلم عن واحد النهارده هو متلون على كل الحبال، اللي هو مين؟ اللي هو اللي نزل الفيديو. انا مش احب ان انا اذكر اسمه، بس اكيد هتشوفه في الفيديوهات اللي انا هبقى منزلها لكم في الفيديو، وهناخد فيديو فيديو وهنبدا ان احنا نتكلم فيه. انا اسف طبعا لو احنا هنطول في الفيديو ده شوية، بس في حاجات لازم نتكلم فيها، معلش خلينا كده ان احنا ايه ناخدهم واحدة واحدة. اول حاجة بالنسبة للشخص دوت، وهو كان بيتكلم على ان رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي، هو بيجزم ان الناس دي اخدت ساعات واخدت تبرعات، وهو كان متضايق جدا من الموضوع دوت، وان الناس دي ازاي تاخد الحاجات ديت، وان الناس دي خدتها. ومش بس كده، ده هو على يقين تام، على يقين تام ان الناس دي مش هترجع حاجة. طيب خلينا كده نبدأ كده بس نشوف بداية الكلام اللي اتقال، ونرجع تاني نكمل كلامنا مع بعض. خدتوا ليكوا والأسار بابي والأساركم عيولات، أخدنا لينا والأسار وبزيادة، يعني فكة عيولات لأ ملايين. طب قولوا الناس، قولك لأ ما نقدرش نقول، أصل إحنا هنقعد نقول للناس استمت لغة العظماء، بس احنا خدنا ملايين، واللجنة اللي جت فتشت وطلعتهم شرفاء. قول يا ستموني قول. طلع علينا المستشار القانوني السابق للنادي الاهلي امبارح من قناة النادي الاهلي مع دكتور ابراهيم المنيسي، اتكلم في موضوع الساعات، واتكلم في موضوع الفلوس والميزانية والتبرعات اللي تمت للنادي الاهلي. خلينا بس اهم حاجة واحنا كده بنتكلم في الحتة دي، في نقطة انا حابب اقف عندها، نشوف هو قال ايه. ان هو لو طلعت الحاجات دي موجودة جوه النادي هو هيعمل ايه، خلينا نشوف. بص يا ثروة، لو طلعتولي تقرير واحد اللجنة كتبت فيه ان الخزنة فيها ساعات، فيها ساعة، فيها منبه، فيها عقرب ساعة واحد، قوم يلا اعمل لنا شاي سكر كنديل وحق لا اله الا الله. الساعات دي لو دخلت الخزنه لاقفل الاكونت والبيدج وحسابي، واروح ابص جزمه واحد واحد. سلام. بص يا معلم، كل اللي انت اقسمت عليه ان انت تعمله ملهوش مبرر تاني، هو لازم يتعمل. سواء انت بقى بتحاول ان انت تجمل النقطه او تتكلم في حاجة تانية، انت شككت في ذمة الناس كلها، بمعنى اصح انت طلعت الناس دي حرامية. برضو مش بس كده، خلينا تاني برضو نشوف هو قال ايه بعد القسم اللي اقسمه دوت، وبيجزم ان الناس دي عملت ايه. والله الساعات نزلوا باعوها، اقسم بايات الله جزء كبير من الساعات اللي اتاخدت من الهدايا نزلت اتباعت عند واحد شغال في الرولكس، اتباعت وخدوا فلوسها. اقسم بايات الله، اقسم بايات الله. تقريبا نفس الراجل اللي اتكلم عنه مرتضى هو برضو اللي اتكلم عنه، وقال لك ان نزلوا باعوا الساعات دي للراجل ده، فتقريبا هما الاثنين متفقين مع نفس الشخص. فاحنا كده وصلنا للهدف، او وصلنا للشخص نفسه. تقريبا هو نفس الشخص اللي مأجر له ساعتين على القناه الفضائيه اللي هو بيطلع عليها، ما فيهاش اختلاف. بس خلينا متفقين على حاجة، انت كراجل بتدعي ان انت اهلاوي، وان انت مبدأك الاول والاخير ان انت بتجري ورا المادة، ما يعيبكش انت لو بتجري ورا اكل عيشك ومبدأك ان هي الفلوس، مفيش مشكلة، اجري وخد من هنا وخد من هنا، خلي حد يأجر لك، وخلي حد يجيب لك عربية، وخلي 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 وخلي، الكلام ده كله احنا ما عندناش فيه، انا عن نفسي انا ما عنديش فيه اي مشكلة. بس مشكلتي في حاجة، مشكلتي في كلمة الراجل ان هو يبقى راجل، ان انت طلعت شككت في ذمة الناس واجزمت بان الناس دي حصل منها 1 2 3 4 5 6،
وطلع المستشار القانوني للنادي الاهلي اللي هو السابق اللي هو كان ماسك القضيه، واتكلم في الموضوع دوت مره مع دكتور ابراهيم المنيسي، ووضح الافكار دي كلها اللي انت اتكلمت فيها او اللي انت بتحاول ان انت توصلها للناس، وان انت صح، لا انت مش صح، وان انت وصلت لحته التجرؤ ان انت تتكلم وتقول انا باجزم وانتو. والنهارده خلونا نسمع بس الاول هو طلع النهارده بيبرر كلامه بايه وان هو مش هيعمل ايه. خلينا نشوف كده الاول هو قال مش هيعمل ايه. هو انت يا شريف مش هتعتذر للخطيب علشان فلوس ترك او خد موقف وموضوع الساعات؟ وزي ما انت قلت بالراحة ناخد السؤال ده. طب انا اعتذر للخطيب على ايه؟ يعني انا اعتذر للخطيب على ايه؟ على سكوته 30 شهر؟ انا المفروض اعتذر للخطيب على سكوته سنتين؟ يعني سنتين؟ لو في حد مطالب بالاعتذار، في حد مطالب بالاعتذار هو الكابتن محمود الخطيب، هو اللي لازم يعتذر للسبعين مليون اهلاوي. انت لا خرات لا ورب خرات لا انت. طبعا هو طالع بيبرر فكرة ان هو يقفل الاكاونت وان هو يمسح صفحته وان هو ما يظهرش تاني وهنا. بس انا احب اقول لك حاجة، مش انت اللي هتحاسب كابتن رئيس مجلس ادارة، لان انت مبدئيا اولا انت قلت انا راجل اعلامي بشوف شغلي، اذا يبقى انت تخليك في شغلك. شغلك اللي هو ايه؟ انك تغطي اخبار. الاخبار دي بتجيلك منين؟ اللي هي بتجيلك من المركز الاعلامي للنادي الاهلي اللي هو بيبلغك في 1 2 3، ده اللي انت تتكلم فيه. لكن تخش في تفاصيل وتخش في زمن ناس وتبدا تجزم، وكمان بتقول ان هو اللي يطلع يعتذر لجمهور الاهلي، هو مش مطالب ان هو ولا يعتذر لك ولا يعتذر لجمهور النادي الاهلي. الراجل مشي في قضيه وقدر ان هو ياخد بيها حكم وبالبراءه وبشهاده النائب العام اللي هو اجزم ان محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بريء من كل التهم اللي اترددت واللي اتدفع لك فلوس عشان خاطر انت تطلع تتكلم وتقول عليها في 1 2 3. انت بتشكك في ذمه الناس، بس انا مش دي مشكلتي. هي اي نعم مشكله كبيره وانت لازم تتحاسب عليها، والمفروض ان مجلس اداره النادي الاهلي يحاسبك عليها. وبعد شهاده مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو طلعها امبارح اللي هي شهاده النائب العام، انت المفروض ان انت تتحاسب قانونيا. واعتقد ان انت ليك حساب قانوني سهل جدا، لان انت شككت في ذمه الناس، واعتقد ان انت برضو مش هتبقى قد الحساب القانوني اللي ممكن يطلع مجلس اداره النادي الاهلي يطالبك بيه، لان انت اقل من كده بكتير. بس كل اللي انا عايز اقوله لك كلمتين، لو انت عايز يبقى ليك مصداقيه عند الناس وان انت بتقول كلمتين ورد غطاهم وان انت مش بتهاجم النادي الاهلي عشان خاطر رؤساء مجلس ادارته مطلوب منك ان انت تهاجمهم، فاكرم لك واشرف لك ان انت تقف خالص بقناتك باكونتاتك، حتى البرنامج اللي انت بتعمله على القناة الفضائية انت كمان توقفه، لان انت كده تجاوزت كل الحدود، وان انت خلاص احنا عرفنا ديتك رايحة لفين وجاية منين. لما تيجي تتكلم على رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، وخصوصا لما يبقى كابتن بيبو اللي انت طالع بتقول انا بحب كابتن بيبو كلاعب والكلام ده كله، اللي انت ما تعرفش اصلا عن حبه حاجة، تمام؟ ما ينفعش ان انت تشكك في ذمة الناس. واقل حق من حقوق الناس دي عليك اللي انت شككت في ذمتها ان انت تروح تعتذر لهم وتبوس على رجلهم زي ما انت ما قلت. ده اقل واجب. واقول لك على حاجة، لو تكرموا عليك ووافقوا يبقى كتر خيرهم. عارف يعني ايه انت طالع بتشكك في ذمه واحد تقول له انت خدت ساعه ورحت بعتها؟ يا حبيبي كده هو اللي خد حاجه بيرجعها؟ اه يا افا، لمجرد ان انت حد قال لك اطلع قول 1 2 3، هو البني ادم، لكن انت ما عملتش ده. وصعب جدا ان حد انت ممكن تخش معاه في نقاش يكون بنفس درجه التفكير بتاعتك. فانا مش هقول لك حاول بعد كده، بس احنا لينا تقريبا فيديوهات كتير جدا مع بعضينا، واعتقد ان الفتره الجايه هيبقى في كلام كتير لينا.
شكرا وانا اسف لو طولت عليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بس دي نوعية من النوعيات اللي احنا بنتعامل معها او اللي احنا بنشوفها المتلونة اللي بتلعب على كل حبل، كان لازم ان احنا نرد عليها، وده مش اخر فيديو في الرد عليها. في فيديوهات كتير جدا هنطلع نتكلم وهنبين قد ايه كان التناقض في كلامه وقد ايه كان قبل وبعد، قبل البرنامج وبعد البرنامج. شكرا، واهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله باذن الله كل اللي جاي يعجبكم. السلام عليكم.